لعباني في إحدى المنشورات التي يكتبها له زبانيته على حسابه في فيسبوك. عد النصائح التي تقدمها دار الإفتاء لمؤسسات الدولة والنقد للأخطاء والتحذير من سياسات الدول المعادية لليبيا عيبا ومذمة، لكنه غض الطرف عن مشايخه الذين لا يسمح لأحد بانتقادهم، وينضم إلى أخوانهم السلفيين تحت راية حفتر، وفق الله الجميع. تأمل في أحوال ذلك الصبي الغر الذي يحكم قطر. الشعب القطري شعب طيب، وأما هذه القيادة العفنة فليس وراءها إلا مصر. ليس لها عدو على ظهر الأرض سوى مصر، سوى المصريين. لماذا؟ لأنه عميل قذر وابن عميل. وكذلك ذلك الأحمق الذي على رأس الحكم وسدته في تركيا اليوم. فإخواننا هناك يجاهدون، معهم أمير ومعهم راية، فاستوفوا شروط الجهاد. فالأمير هو المشير حفتر حفظه الله، وهو الحمد لله محبوب من كافة السلفيين في العالم، بل من إمام السلفيين الشيخ ربيع الذي صرح بحبه إياه، ونحن نحبه من زمن طويل جدا. هذا قليل من كثير. فهل سينتقد لعباني مشايخه لكلامهم عن ولاة الأمور وتدخلهم في شؤون غيرهم، أم إنه ما يذكر ما يدري؟ وين الرعين الأول وتكريمه؟ يعني لا ضروري من كرموه الرعين الأول هذا.